اهلا بحضراتكم من تاني في عالم العالمين. دلوقتي جه ميعادنا مع فقره الصحافه في مهرجان العالمين، وهنعرف اهم العناوين والموضوعات الصحفيه اللي تناولت فعاليات مهرجان العالمين على مدار الاسبوع اللي فات. اسمحوا لي ارحب بالكاتب الصحفي مصطفى حمدي اللي هيستعرض معانا اهم العناوين في الصحافه واللي تناولت فعاليات مهرجان العالمين في نسخته الثانيه. مساء الخير يا مصطفى. مساء الخير يا فاطمه، ومبسوط اني معاكي ومع جمهور العالم العالمين. احنا كمان مبسوطين جدا وانت منورنا النهارده في الحلقه، بس عايزين نتكلم بقى على اهم العناوين اللي لفتت نظرك الاسبوع اللي فات لتناولت فعاليات كتير حصلت داخل مهرجان العالمين. الأسبوع ده كان فيه أخبار كتير عن مهرجان العالمين، وكان فيه فعاليات كتير جدا غطتها مختلف وسائل الإعلام المصرية والعربية، لكن خليني أبتدي معاكي من المصري اليوم اللي كانت واخدة موضوع مهم جدا وأنا شخصيا بحبه. مصر اليوم عملت عنوان عن حفل المديح النبوي. المديح النبوي يبهر ضيوف مهرجان العالمين في أسبوعه الثالث. الحقيقة أن الحفل ده بيعكس حالة التنوع الموسيقي اللي موجودة في مهرجان العالمين، وبيتناول لون موسيقي وغنائي كتير من المصريين بيحبوه، وهو الإنشاد الديني والمديح النبوي. وفرقة النيل اللي عملت الحفلة على المسرح الروماني في العالمين واحدة من أهم الفرق اللي بتقدم اللون ده اللي كتير من المصريين بيحبوه. ده اللون ده ما كانش موجود في الفعاليات السابقة، ودايما ما كناش بنشوفه كتير. ايه رأيك في وجوده السنة دي في النسخة الثانية من مهرجان العالمين مع التنوع الكبير جدا اللي احنا شفناه، مش بس في الفعالية دي لكن في الفعاليات الأخرى؟ الحقيقة انه وجود الإنشاد الديني والمديح النبوي السنة دي بيأكد انه المهرجان بيحاول يتطرق لألوان موسيقية وغنائية مختلفة. كلنا عارفين ان المصريين بيحبوا الإنشاد الديني والمديح النبوي وبيحضروا الحفلات دي، فأعتقد انه ده بيخاطب جمهور آخر وجمهور جديد على مهرجان العالمين. بمناسبة الحديث عن التنوع، عايزين نتكلم بقى على مسرحيات، وأكيد أنت لفت انتباهك أن في مسرحيات كتير جدا تناولتها الصحافة في الأسبوع اللي فات، ومع وجود كمان مسرحية الشهرة اللي النهاردة آخر يوم عرض ليها من إخراج وتأليف العظيم خالد جلال، وكمان في مسرحية السندباد في الفترة القادمة. إيه رأيك بقى في المسرحيات دي، وفي نفس الوقت إيه أهم العناوين تناولت المسرحيات؟ عناوين كتير تناولت المسرحيات الأسبوع ده، ولكن خليني أروح للمصري اليوم برضو. وبتقول قبل عرضها بالعالمين كريم عبد العزيز ونيلي كريم يخوضان مغامرة السندباد. طبعا الكلام على مسرحية السندباد، وهي واحدة من المسرحيات المهمة اللي هتتعرض في مهرجان العالمين، وبطولة النجم كريم عبد العزيز ونيلي كريم. والمسرحية أعتقد أنها هتبقى من 8 أغسطس لغاية 10 أغسطس، 3 أيام عرض، عمل استعراضي ضخم جدا في إطار التعاون اللي ما بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهيئة الترفيه السعودية. أنا بدعو كل الناس إن هم يروحوا المسرحية دي، هيتبسطوا جدا جدا. فكرة وجود مسرحيات برضو ما كانتش موجودة بقالنا كم سنة، بنشوف بس حفلات غنائية لنجوم كبار سواء داخل المهرجان أو قبل ما وجود المهرجان، لكن فكرة وجود مسرحيات داخل المهرجانات دي أو مهرجان العالمين السنة دي فكرة جديدة. إيه رأيك فيها برضو وجودها في مهرجان العالمين في نسخته الثانية؟ خلينا أقول لك إن مهرجان العالمين السنة دي بيرجع فكرة غابت عنا، وهي فكرة مسرح المصيف. زمان لما كنا بنروح اسكندرية وبنصيف هناك كان دايما مسرحيات كبار النجوم زي عادل إمام ومحمد نجم طبعا وغيرهم بتنقل عروضها في الصيف لإسكندرية، وكان بيبقى الحضور الجماهيري كبير جدا. فالحقيقة أن مهرجان العالمين أنه ركز على الفكرة دي، أعتقد أنها جزء هيطور من المهرجان وبيديله بعد جديد. هو الحقيقة مهرجان العالمين السنة دي عامل فعاليات كتير جدا ومفاجآت كتيرة لا تنتهي. خلينا نتكلم برضو من ضمن الفعاليات وهي الحفلات الغنائية، وطبعا حفلة كاسة التسعينات اللي كانت مكسرة الدنيا، وكلنا بنحب كل نجومها اللي كانوا موجودين، محمد فؤاد، هشام عباس، حميد الشاعري، خالد عجاج، وإيهاب توفيق طبعا. خلينا نتكلم عن الصحافة تناولت هذه الفعالية ازاي. الحقيقة أن حفلة كاس التسعين كان فيه تناول كبير جدا ليها في الصحافة المصرية والعربية، بس خليني في الأول أبدأ معاكي من الفنان محمد فؤاد اللي ليه معزة كبيرة جدا عند الجمهور المصري والعربي، وتحديدا في المصري اليوم برضو عملت عنوان بتقول فيه محمد فؤاد منتقدا الأغاني الجديدة. الكلمات مليانة كره، خليكم جدعان كلنا هنتحاسب. ودي زاوية مهمة جدا، انه وانت بتغطي الخبر او بتغطي الحدث تاخد زاوية على لسان نجم. يمكن محمد فؤاد من الناس اللي مهتمين جدا بفكرة الكلمات، ومهتم جدا بانه التطور اللي حاصل في الاغنية المصرية لازم يبقى تطور ايجابي. حتى في الحفلة دي بالمناسبة قال للجمهور علموا اولادكم يسمعوا عمرو دياب وايهاب توفيق. التصريح ده عمل ضجة على السوشيال ميديا، لكن هو يقصد بيه انه اسمعوا الفنانين اللي بيقدموا كلمات وليها معاني ايجابية ورومانسية. هي انا بتفق مع فؤاد في كلام كتير من اللي قاله. طبعا محمد فؤاد نجم عظيم جدا، ودايما معودنا في كلمات اغانيه الاصيل الجدع الاصيل، انا اصيل واصلي، فدايما متعودين على النوعيه دي من الكلمات ليه محمد فؤاد. خلينا نتكلم بقى، انا عارفه ان انت متذوق جدا للموسيقى وبتحب جدا الموسيقى، ومن ضمنها فرقه المصريين اللي طبعا
ظهرت في السبعينيات. كلمنا شويه عن فرقه المصريين وعن حفلتها اللي كانت موجوده داخل المهرجان السنه دي. حفله فرقه المصريين السنه دي كانت قويه جدا. وجود حفله المصريين في مهرجان العالمين ده بيعكس اهتمام المهرجان بانه يقدم زي ما قلت لك قبل كده الالوان الموسيقيه المختلفه. لكن حفلتهم حقيقه اعلنت رجوع الفرقه بشكل جديد. احنا عارفين ان الفرقه توقفت سنين طويله جدا، لكن خلينا نروح لخبر مهم في اليوم السابع عن حفله فرقه المصريين. بيقول فيه: فرقه المصريين تتالق بغناء علموني عينيكي، وجمهور مهرجان العالمين يطالب شنوده بإعادة. في مفارقة لطيفة هنا في الخبر ده، ان اغنية علموني عينيكي اصلا مش بتاعت فرقة المصريين، دي اول اغنية للكينج محمد فؤاد، للكينج محمد منير. محمد منير اول اغنية غناها محمد منير، وكانت من الحان وتوزيع الموسيقار الكبير هاني شنودة وكلمات عبد الرحيم منصور. تخيلي الاغنية دي اتعملت سنة 77، يعني احنا بنتكلم دلوقتي في 47 سنة. عايزين برضه نقول ونفتكر ان طبعا الموسيقار العظيم هاني شنودة هو اللي اقنع الكينج محمد منير اللي هو يجي يعلن نفسه ويظهر نفسه ويشتغل في القاهرة وقدمه طبعا للجمهور باغنية علموني. اول البوماته أمانة يا بحر، وكان في اغنية علموني عينيكي، دي كانت اول تراك يسجله محمد منير واول اغنية تعلن عن ميلاد الفنان محمد منير. عايزين نتكلم بقى ان في صحافه كتير كتبوا من جريده ومواقع كتبوا عن حفله المصريين، وكانوا مهتمين جدا بنشر كواليسها. خلينا نتكلم برضو عن الكواليس اللي انت تبعتها من خلال متابعه الصحافه. ده حقيقي جدا. وخلينا نروح لعنوان تاني بيتكلم عن فرقه المصريين، ويمكن العنوان المره دي كان من اليوم السابع. بتقول فيه: ليله سبعينيه بروح شبابيه، شنوده يهتف لحضاره المصريين ويعيش حاله خاصه جدا. ويمكن انا بحيي اللي كاتب الخبر ده علشان الزاويه الذكيه اللي خدها في الوطن، عشان هو قال ليلة خاصة أو حالة خاصة، يمكن بيتكلم على المسلسل اللي اتعرض على منصة واتشت وحقق نجاح كبير جدا، وكان صانع الموسيقى التصويرية ليه هو هاني شنودة. ويمكن في حفلة المصريين في مهرجان العالمين كان في كلام وطلبات كتير جدا من الجمهور لأغاني اللي اتلعبت في المسلسل، زي لما كان البحر أزرق، أغنية هزني، وطبعا المقطوعة الموسيقية الشهيرة جدا لونجا. حقيقي تحية لكاتب هذا الخبر لأنه عمل ربط ما بين المسلسل وما بين حفل المصريين. وتحية برضو لإدارة المهرجان على اللي قدرت إنها تحيي موسيقى هاني شنودة مرة تانية، ووجود قيمة وقامة كبيرة زي الفنان والموسيقار العظيم هاني شنودة داخل فعاليات مهرجان العالمين في نسخته تانية. خلينا نتكلم عن حاجة تانية، وهي من ضمن طبعا الفعاليات الكبيرة اللي حصلت، وهي حفل رامي جمال اللي تم إذاعته مبارح، وكان في إقبال كبير جدا جماهيري على الحفل، وكان في تفاعل كبير جدا من رواد الحفل مبارح مع حفلة رامي جمال امبارح. عايزين نتكلم عن اهم التفاصيل. الحقيقه انا هروح لعنوان يعني بالنسبه لي بيعكس شعبيه رامي جمال، والعنوان ده اتكتب تحديدا قبل انطلاق الحفله. العنوان من الوطن بيقول: كيف يستعد الجمهور لحفل رامي جمال بمهرجان العالمين. الفكره هنا انه كاتب التقرير اعتمد على انه يرصد التفاعل بتاع الجمهور مع رامي جمال على السوشيال ميديا قبل الحفله بتاعته، وده بيعكس شعبيه كبيره جدا لرامي جمال. وانا بحيي جدا حفله امبارح، كانت حفله رائعه، وقدم اغاني الناس طلبوها منه كتير جدا، وخصوصا اغنيه بيكلموني اللي كانت مكسره ترند خلال الاسابيع اللي فاتت. اكيد حفلات كل المهرجان بصراحه كانت حفلات كلها مهمه، كلها كانت فيها اقبال جماهيري مهم وكبير جدا، وكان فيها تفاعل كبير جدا، وكانت حفلات فعلا ناجحه. ايه الحفله اللي انت متوقع انها فعلا تعمل بومنج الفتره اللي جايه وفعلا تنجح في الفتره اللي جايه كمان؟ طبعا معروف. اكيد انت عارفاه وانا عارفه. انا عارفاها جدا. بالتاكيد الهضبه عمرو دياب طبعا، الناس كلها مستنيه حفلته. يمكن كلنا بصراحه. الوطن كمان عملت موضوع لطيف جدا جدا وقالت فيه: منتظرينك يا هضبة، الجمهور يستعد لحفل عمرو دياب في مهرجان العالمين. الخبر بيتناول استعدادات الجمهور لحفلة عمرو دياب. طبعا لو سألتي أي حد دلوقتي هيقول لك سؤال واحد بس: فين تذاكر عمرو دياب؟ عايزين تذاكر حفلة عمرو دياب. دي خلصت من أول ما نزلت يا جماعة. تذاكر الحفلة سولد أوت من أول ما نزلت، الدفعة الأولى ليها ويمكن الدفعة الثانية. وأنا معتقد أو أظن إنه حفلة عمرو دياب في مهرجان العالمين هتبقى الحفلة الأعلى حضور جماهيري لحد دلوقتي. هنشوف بقى مين اللي هيكسر. هو عمرو دياب معروف بحفلاته يا جماعة دايماً بتكون في الصيف، ودايماً بيبقى عليها إقبال جماهيري كبير جداً وتفاعل من كل الأعمار. كلنا بنبقى مستنيين من وإحنا صغيرين مستنيين حفلة عمرو دياب في الصيف، فهي أكيد هتبقى حفلة مختلفة وناجحة جداً. عمرو دياب كان نجم الساحل من أيام من أيام المعمورة، فبيانكي، العجمي، المارينا، لغاية وصول لمهرجان العالمين في نسخته الثانية. عايش مع كل الأجيال. أكيد طبعاً، وإحنا كلنا بنحيي الهضبة عمرو دياب وعلى وجوده في مهرجان العالمين في نسخته الثانية. خلينا بقى نروح من الحفلات لإيه تاني؟ إيه اللي أنت عايز تتكلم عليه تاني بعد جولة الصحافة الفنية معانا النهاردة؟ مليانة عناوين كتير جداً عن مهرجان العالمين، بس أنا هطلع من الفن هروح لحاجة بحبها قوي. إيه بقى؟ الأكل.
الله، كلنا بنحب الاكل. خلينا اروح معاكي للدستور اللي اتكلم على مهرجان الاكل. 16 اغسطس انطلاق فعاليات مهرجان بايتس باي ذا سي بمهرجان العالمين. مهرجان ده لكل عشاق الاكل، عشاق الطبخ، الناس اللي عايزه تكتشف مواهبها في الطبخ والاكل. ويمكن ده واحد من المهرجانات الخمسه الموجوده في مهرجان العالمين وبيديله بعد جديد جدا. الخبر هنا بيتناول تفاصيل المهرجان، هيبقى فيه مسابقات اكل، هيبقى فيه مسابقات طبخ، وطبعا كل الفود بلوجرز والانفلونسرز المهتمين بالموضوع ده هيكونوا موجودين، وده بيدي بعد دعائي اخر وجديد لمهرجان العالمين. كان لسه معايا امبارح على التليفون مؤسس مهرجان كاريو بايتس في العالمين، كان بيتكلم عن تنوع الاغذيه وتنوع الوجبات اللي هتبقى مقدمه، تنوع برضو الاكل، هيبقى فيه بقى الاورينتال والايطاليان واللبنيز، هيبقى فيه حاجات كتير جدا، وفي جيف اويز يا جماعه لازم تحضروا علشان الجيف اويز دي بتبقى حلوه جدا، فهيبقى فيه تنوع في كل المقدم للوجبات للجمهور اللي هيكونوا موجودين في المهرجان كايرو بايتس. خلينا نتكلم على حاجه ثانيه كمان، الصحافه العربيه تناولت فعاليات كتيره جدا اقيمت داخل مهرجان العالمين السنه دي، ايه بقى؟ الصحافه العربيه تناولت مهرجان العالمين السنه دي وكانت مهتمه باغلب الفعاليات الموجوده، يمكن كانت مهتمه دايما بالحفلات الفنيه والمسرحيات. وخلينا نروح لمجله سيدتي، هي واحده من المجلات المعنيه بشؤون المراه والترفيه ومهتمه جدا بفعاليات مهرجان العالمين، راحت عملت تقرير على المسرحيات. مجله سيدتي بتقول موعد عرض احدث مسرحيه لكريم محمود عبد العزيز واشرف عبد الباقي، وهي مسرحيه البنك سرقوه. يمكن هم لعبوا جيم كده لطيف في العنوان، انه ما قالوش اسم المسرحيه لكن قالوا اسم ابطال المسرحيه. الخبر بيتناول هنا ميعاد عرض المسرحيه اللي هتنطلق يوم 22 اغسطس ولمده 3 ليالي عرض. احنا بنحب اشرف عبد الباقي في المسرح جدا، وبالذات لما يبقى معاه كريم محمود عبد العزيز بالتاكيد هنشوف عمل كوميدي مختلف. اكيد انا حاجزه مكان من دلوقتي في مسرحيه البنك سرقوه. عايز اقول لك نقطة تانية، الصحافة العربية برضو مركزتش على المسرح، الصحافة العربية برضو اهتمت بحفلة مهمة جدا جدا، وهي حفلة نجم الجيل تامر حسني. طبعا كانت واحدة من أقوى الحفلات اللي موجودة الأسبوع اللي فات، والصحافة العربية يمكن في جريدة النهار اللبنانية وهي واحدة من الجرائد المهمة جدا على المستوى العربي، عملت موضوع عنوانه عرض بالطائرات ترحيبا بتامر حسني في العالمين، وهو حدث اول من اول. عايز اقول لك انا كنت حاضره الحفله لتامر حسني، وفعلا كان عرض رائع جدا، كان في طيارات وفاير ووركس، وكان في بانر عليه اسم تامر حسني كبير جدا، فكلنا كان في انبهار كده بالحدث ده وبالفاير ووركس وطياره كمان، فكان حاجه مهمه جدا حصلت. خليني اقول لك ان تامر حسني دايما بيحب يعمل شو في الحفلات بتاعته، هو بقى متميز جدا في النقطه دي. والشو اللي عمله السنه اللي فاتت في مهرجان العالمين كان مبهر، والسنه دي رجع تاني بالشو اللي عمله بالطيارات ده، كان عظيم جدا. هو كل حفله ليه دخله مميزه، نجم الجيل اكيد. في تاني عناوين تانيه؟ اكيد هنروح تاني، في عناوين كتير جدا لفتت نظري في تغطيه المهرجان. بالتاكيد كان في تركيز كبير على حفله كاسيت 90، وحتى كمان الصحافه اهتمت انها تنقل تصريحات على لسان النجوم اللي شاركوا في الحفل ده. هنروح لجريده الاهرام العريقه، واللي خدت تصريح على لسان حميد الشاعري بيقول فيه مهرجان العالمين يحافظ على رياده مصر. الحقيقه انا بتفق جدا مع حميد الشاعري في الكلام اللي قاله، لانه لو بصينا لفعاليات مهرجان العالمين والتنوع اللي حاصل فيها نكتشف انه مفيش مهرجان في الشرق الاوسط او المنطقه العربيه عنده التنوع والزخم اللي موجود في مهرجان العالمين الجديده، فاعتقد انه المهرجان ده بيحافظ على ريادتنا في الفن والثقافه اللي هتفضل مستمره دايما. اكيد. عايزين بقى نروح لعنوان تاني، ايه اهم اللي لفت نظرك في الصحافه عن مهرجان العالمين في الاسبوع اللي فات؟ من الحاجات اللي لفتت نظري برضو تناول الإعلام للتصريحات والفعاليات بتاعت حفل مهرجان كاس التسعين، ويمكن أو حفلة نجوم التسعينات يتألقون في حفل كاس التسعين بمهرجان العالمين، وده برضو تقرير تاني عملته الأهرام عن الحفلة، وأعتقد أنه تقرير شامل عن الحالة اللي احنا كلنا شفناها. الناس تفاعلت بشكل كبير مع خالد عجاج وهشام عباس وحميد الشاعري ومحمد فؤاد تحديدا، ووجود النجوم دول في المهرجان عمل له إضافة وأضفى عليه نوع جديد من الجمهور، ويمكن كلنا شفنا الناس كانت عايشة ليلة كلها ذكريات لطيفة. عايز أقول لك إن دايما لما بحضر مثلا هشام عباس حميد الشاعري، عشان هم دايما على طول مع بعض، وإيهاب توفيق كمان، يمكن خالد عجاج مقل شوية في حفلاته، بيبقى حفلات مميزة جدا فيها كل الأعمار، كلنا بنفتكر كل الأغاني اللي إحنا عشنا عليها، كلها ذكريات حلوة، ويبقى في تفاعل كده من كل الأعمار، ببقى مبسوطة جدا إن فعلا في إحياء مرة تانية لنجوم التسعينات والأغانيهم، ففعلا بيبقى حفلات مميزة ومختلفة، ودي تحسب جدا لإدارة المهرجان السنة دي وجود الكم الكبير ده، خمس نجوم من نجوم التسعينات في حفلة واحدة، أكيد كان في اشتياق كبير جدا من الجمهور ليهم. ليه نروح بقى لحميد الشاعري؟
حميد الشاعري تألق كمان في الحفلة. حميد الشاعري تألق ومحمد فؤاد، ويمكن محمد فؤاد اللي المواقع كلها خدت تصريحاته اللي قالها في الحفلة دي، ويمكن فؤاد مميز دايما بعفويته. وعلى فكرة يعني محمد فؤاد كل كلمة بيقولها على المسرح بتعمل تفاعل كبير مع الجمهور وعمل جدل كبير جدا. يمكن في تصريح نقلته عنه جريدة المصري اليوم تقريبا، وقالت فيه لما كان بيتكلم على انه التصريح اللي قلناه قبل كده، المره دي السي ان ان، المره دي السي ان ان نقلت حاجه مختلفه عن يعني محمد فؤاد، وقالت حد حسدني محمد فؤاد يتحدث عن ازمته الصحيه الاخيره في حفل كاسه 90. سي ان ان بجلاله قدرها كانت مهتمه بالحدث ده وخدت تصريح محمد فؤاد اللي بيتناول حالته الصحيه اللي تعرض ليها من اسبوعين تقريبا، كان مر بازمه ووعكه كبيره، اصابته اعتقد بمرض العصب السابع، وساعتها محمد فؤاد قعد فترة بعيد عن الأضواء لكن رجع يغني تاني ورجع لجمهوره وكان حريص على الحضور في حفلة كاسة 90. وبالمناسبة هو طلع بيغني بنضارة شمس عشان يداري شوية أثار المرض اللي على عينه. ألف سلام عليه. ألف سلامة طبعا على الفنان الكبير محمد فؤاد، بنتمنى له طبعا الشفاء العاجل، ويبقى عندنا حفلات تانية كتير جدا لمحمد فؤاد وغيره من النجوم التسعينيات اللي أمتعونا جدا. احنا دايما عندنا أخبار كتير، أخبار المهرجان لا تنتهي، في أخبار تانية يا مصطفى النهاردة ولا هنكتفي النهاردة ونكمل بقى الأسبوع اللي جاي؟ خلينا نكتفي النهاردة، لسه المهرجان معنا طويل، وأعتقد الأسبوع الجاي يبقى فيه أخبار كتير عن المهرجان ومتنوعة. هنتابع طبعا أصداء حفل عمرو دياب والحفلات الأخرى اللي هتحصل في المهرجان. شكرا على وجودك معنا الزميل مصطفى حمدي، كنت معنا وبجد استمتعت جدا بوجودك معنا النهارده. شكرا لك يا فاطمة، وأنا اتبسطت بوجودي معاكي جدا. شكرا مصطفى.